شكرا محمد بن بريك. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله نبدأ وبه نستعين. مشاهدين الكرام، متابعينا في كل مكان، أسعد الله مساءكم بكل خير وبركة. نرحب بكم في انطلاقات هذا المساء في مساء يوم الجمعة 18 من يناير لعام 2019. تنطلق منافسات سن الثنايا ضمن هذه الأشواط المفتوحة، الأشواط الخاصة بشعارات أصحاب السمو الشيوخ والسعادة. على بركة الله مشاهدين الكرام، ينطلق ثاني أشواطنا في هذا المساء بعد أن تابعنا متاهة تنتزع أول أشواط الإبكار لتهدي هجن الشحانية ناموس الشوط الأول الرئيسي، وتهدي أيضا سالم بن فاران المري أيضا ناموس أول أشواط هذا المساء. على بركة الله مشاهدين الكرام، ينطلق شوط رئيسي، شوط خاص بالقعدان الثنايا. نتابع هذه الانطلاقة وهذه الأسماء المتواجدة والمنطلقة على أرضية ميدان الشحانية. نتابع ونسير دائما هناك مع البداية والصدارة وأول المراكز. من ينطلق غيث مشاهدين الكرام على أول المراكز لسعادة الشيخ فهد بن فيصل بن فهد بن جاسم الثاني، حميد بن محمود بن مرشود من يتابع في التضمير هنا على البداية والصدارة، بينما أتابع ثاني المراكز وصول من شغموم لهجن الشحانية. ينطلق شغموم بشعاره الأدعم المميز المنطلق مع ثاني المراكز، ويتابع في التضمير جابر بن سالم بن فاران، بينما أتابع من الجانب الآخر أتابع الأسماء القادمة والتدخلات السريعة هنا مع ثالث المراكز. مشاهدين الكرام، يصل هنا شكلان لهجن الشحانية، ينطلق من الجانب الآخر يتابع في التضمير محمد بن خالد العطية، ورابع الأسماء يصل هجام هنا يبدأ بهجومه الأول هنا مع رابع المراكز لسعادة الشيخ محمد بن عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز الثاني، يتابع في التضمير محمد بن عبد الله بن ناصر آل حفيظ المري هنا القادم مع رابع المراكز. وخامس الأسماء التسلل من الواعي هناك من الجانب الآخر لهجن الشحانية، ويتابع في التضمير سالم بن فاران المري. هكذا النداء مشاهدينا الكرام، متابعينا في كل مكان، متابعي قناة الريان الناقلة لمنافسات رياضتنا العربية الأصيلة هنا على أرضية ميدان الشحانية في أمسية تراثية نتابعها في هذا اليوم. الله، الأسماء المتواجدة مشاهدينا الكرام لها سجل حافل بالإنجازات بالانتصارات. أيضا نتابع أيضا أسماء قادمة ما خلف النداء، سوف يكون لها حضور مميز هناك مع الكيلومتر الأخير، ولكن لا نستبق الأحداث. نتابع الصدارة والمنافسة هناك على البداية هنا على شدها، وانطلاق ذاتي هناك مع شغموم. من يغير إلى الصدارة في هذه اللحظات لهجن الشحانية، يتابع في التضمير أحد أيضا المضمرين، أحد شبابنا هنا القادم الشبل جابر بن سالم بن فاران، يتابع شغموم المنطلق على البداية والصدارة، بينما أتابع ثاني المراكز. هنا يصل غيث مشاهدينا الكرام، يمطر هنا على أرضية ميدان الشحانية، ينطلق غيث لسعادة الشيخ فهد بن فيصل بن فهد بن جاسم الثاني، حميد بن محمود بن مرشود، ولكن شوف التقدم هناك من الجانب الآخر، وتابع التسلل في هذه اللحظات. وصل الواعي القادم مشاهدينا الكرام من أيضا الصفوف الخلفية لينطلق إلى البداية والصدارة في تبادل سريع مشاهدينا الكرام هنا على الصدارة. الواعي لهجن الشحانية يتابع في التضمير سالم بن فاران المري، رابع الأسماء، وتابع شكلان يشكل الخطر، يشكل الخطر أيضا، ينطلق هنا المشاغب يتابع في التضمير محمد بن خالد العطية بشعار هجن الشحانية المنطلق مع رابع المراكز، بينما خامس الأسماء يصل هجام مشاهدين الكرام. هجام ينطلق بشعار سعادة
الشيخ محمد بن عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز الثاني، محمد بن عبد الله بن ناصر آل حفيظ من يتابعه في التضمير القادم مع خامس المراكز. مشاهدين الكرام في ثاني نداء لهذا الشوط الأول الرئيسي، الله 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 على هذا الاندفاع، نتابعه من خلال هذه اللحظات وانطلاق البداية. والواعي هناك انطلق على الصدارة. مشاهدين الكرام الواعي، الواعي لهجنة الشحانية هنا يتابعه الذهبي، الله ينطلق على البداية والصدارة. مشاهدين الكرام الواعي لهجنة الشحانية بمتابعة سالم بن فاران المري هنا مع الصدارة مع الانطلاق الأول، ولكن شوف أيضا شغموم أيضا يتابع الموقف، ينطلق مع ثاني المراكز لهجنة الشحانية، يتابع جابر بن سالم بن فاران، ولكن شوف الخطير القادم في هذه اللحظات شكلان. ينطلق مشاهدين الكرام مع ثالث المراكز لهجنة الشحانية بمتابعة محمد بن خالد العطية، ثلاثية أيضا باختلاف المضمرين بالشعار الأدعم، الله الله. بدأ أيضا هنا شكلان يشكل الخطر، انتصفت المسافة مشاهدين الكرام 4 كيلومترات، تبقى كذلك 4 كيلومترات. الله، نتابع رابع المراكز، هنا وصول من غيف لسعادة الشيخ فهد بن فيصل بن فهد بن جاسم الثاني، ميد بن محمود بن مرشود يتابع في التضمير هنا مع رابع المراكز وخامس الأسماء. وصول من هجام لسعادة الشيخ محمد بن عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز الثاني، محمد بن عبد الله بن ناصر الحفيظ يتابعه في التضمير، ولكن شوف القادم، شوف الأسماء، شوف أيضا هنا يتابع التقدم في هذه اللحظات. وصل الشقب، يصل الشقب هنا لهجن الشحانية، بدأ بالاقتراب في هذه اللحظات، يتابعه في التضمير سالم بن فاران المري، بدأ أيضا يقدم الأسماء، بدأ يقدم الأسماء من خلال أيضا تجاوز نصف المسافة، ولكن العودة هناك مع الصدارة. مشاهدين الكرام مع البداية، الله، الواعي الواعي على الصدارة. مشاهدين الكرام لهجن الشحانية ينطلق بالبداية والصدارة، وهناك أتابع شغموم، وصل شغموم، وصل شكلان، ثلاثية مميزة مشاهدينا الكرام، نتابعها من خلال الكادر الأعلى، الله الله الله. ثلاثية هجن الشحانية هنا تنطلق على البداية والصدارة، نتابع أيضا هناك أيضا القادم غيث، غيث قادم مع رابع المراكز لسعادة الشيخ فهد بن فيصل بن فهد بن جاسم الثاني، ميد بن محمود بن مشهود يتابع في التضمير، ولكن شوف القادم، شوف أيضا الشقب يصل في هذه اللحظات لهجن الشحانية، يصل الشقب ووصول أيضا من الأسماء، وصل قالط، وصلت الأسماء، ووصول أيضا من هجام، الله الله الأسماء. وأتابع أتابع النعيري يصل، وصلت الأسماء مشاهدين الكرام، ولكن العودة إلى الصدارة إلى مقدمة الشوط، عاد شغموم، عاد شغموم هناك إلى البداية والصدارة لهجن الشحانية، الله يا الشبل. تابع أيضا هذا التقدم، تابع شغموم والدفاع هنا على البداية والصدارة لهجن الشحانية، هنا أيضا المالكة لهذه الأسماء، لهذه السلالات، لهذه الندر، هنا نتابع شغموم وانطلاق أيضا من الواعي لهجن الشحانية بمتابعة سالم بن فاران المري، ثنائية، ثنائية مشاهدين الكرام، ومتابعة أيضا شكلان هنا مع ثالث المراكز، يتابع أيضا المشاغب محمد بن خالد العطية، ولكن غيث، غيث قادم في هذه اللحظات لسعادة الشيخ فهد بن فيصل بن فهد بن جاسم الثاني حميد بن محمود بن مرشود، وتابع القادم، وصل الشقب، يصل الشقب في هذه اللحظات لهجن الشحانية بمتابعة الذهبي سالم بن فاران المري، وصل قالط، وصل قالط في هذه اللحظات لهجن الشحانية، يتابع في التضمير محمد بن خالد العطية، الله الأسماء، الأسماء القادمة مشاهدين الكرام. وين الشوط الأول الرئيسي؟
وين يذهب مع هذا المساء مع أحد هذه الأسماء المنطلقة؟ مشاهدين الكرام، الكل يراقب، الكل يتابع هذا الشوط الرئيسي، ولكن العودة هناك مع شغموم، شغموم على البداية والصدارة. الله 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 يا شبل، تابع تابع أيضا، تابع هذا التقدم، حافظ على الصدارة وتابع أيضا الهجوم، الهجوم القادم في هذه اللحظات. ولكن الواعي، الواعي لهجمة الشحانية يتابع في التضمير سالم بن فران المري، وهنا غيث، غيث قادم مع ثالث المراكز لسعادة الشيخ فهد بن فيصل بن فهد بن جاسم الثاني، حميد بن محمود بن مشهود يتابع في التضمير، ووصل قالط، قالط قالط في هذه اللحظات إلى الصدارة. هنا مع ثالث المراكز لهجن الشحانية يتابع محمد بن خالد العطية، بدأ بالاقتراب ووصول من الشق في هذه اللحظات لهجن الشحانية بمتابعة سالف فران المري والنعيري. وصل النعيري لهجن الشحانية والمتابعة والتضمير لدى محمد بن خالد العطية، ولكن الأمور هناك مع الصدارة، ما زالت الأمور مع شغموم، شغموم على البداية. هنا بدأنا بالاقتراب مشاهدينا الكرام، بدأنا بالاقتراب، الله، شغموم، شغموم على الصدارة مشاهدينا الكرام، شغموم بهذا الشعار، بشعار هجن الشحانية. ولكن عاد، عاد الواعي، عاد الواعي مشاهدينا، ينطلق إلى البداية، يغير على الصدارة مع الكيلومتر الأخير. افتتحنا أبواب في هذه اللحظات، الواعي، الواعي الشوط الرئيسي مع الواعي. ولكن قالط، قالط، وهناك أيضا شغموم، ثلاثية انطلاق مشاهدينا الكرام، تحدي مع اللحظات الأخيرة، ولكن أصدرت الأوامر، انطلق شغموم في هذه اللحظات، غادر الجميع، شغموم 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 لهجن الشحانية، ينطلق بالبداية والصدارة، يتابع في التضمير الشبل جابر بن سالم بن فران، يغادر الجميع، قالوط الله، قالوط قادم في هذه اللحظات لهجن الشحانية، وهناك أيضا النعيري، النعيري، النعيري قادم في هذه اللحظات لهجن الشحانية بمتابعة محمد بن خالد العطية. ولكن الأمور خلاص، طار، طار شغموم، طار بناموس الشوط الأول. سجلوا أيضا هذا الشوط، سجلوا أيضا شغموم أولي أيضا أشواط القعدان مشاهدين الكرام، يظفر ما هنا، ينطلق شغموم مشاهدين الكرام، شغموم، تهانينا والناموس لهجن الشحانية وللشبل جابر بن سالم بن فهران هنا مع الشوط الأول الرئيسي، تهانينا والناموس هنا مع لحظات الوصول، تهانينا والناموس لهجن الشحانية على فوز شغموم وانتزاع أول أشواط القعدان. ثاني المراكز وصل قالط لهجن الشحانية، وثالث المراكز النعيري لهجن الشحانية، رابعا الواعي لهجن الشحانية، وخامس المراكز مشاهدين الكرام وصل الشقب لهجن الشحانية، خماسية شحانية في هذا الشوط الأول الرئيسي. تابعنا المنافسة وتابعنا شغموم، من استطاع أن يظفر بأول أشواط القعدان، تهانينا والناموس لهجن الشحانية، والثانية للشبل جابر بن سالم بن فران من قاد شغموم لانتزاعه، وأيضا ناموس أول أشواط القعدان. نعود بالتوقيت الزمني مشاهدين الكرام ولحظات الوصول، هنا نتابع شغموم وتوقيت الزمني 12 دقيقة 54 ثانية 63 جزء من الثانية، تهانينا والناموس لهجن الشحانية، والثانية للشبل جابر بن سالم بن فران. بينما وصل في ثاني المراكز قالط لهجن الشحانية ب 12 دقيقة 56 ثانية 87 جزء من الثاني، تهانينا والناموس أيضا لمن تابعه محمد بن خالد العطية. بينما وصل في ثالث المراكز النعيري لهجن الشحانية ب 12 دقيقة 58 ثانية 5 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس أيضا